كان توا اعذر لي فما مشكله توا توا سي عمر عنده زهر وجا لهنا وللاعلام والكذا. هذا هو المشكل. ولا ما نتصورش غدوه كان باش تمشي لدار جهويه كيف كيف زاد باش يقابلوك انت متعدي هكا في الباب ويقول لك هاي يرجع غدوه وكذا. الناس الاخرى الناس اللي الناس اللي ما وصلتش مساله وعي 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 الواحد كيفاش تعامل. هو الاداره الجهويه انا تفاعلت معايا مدام امال بعد ما علقت على المكالمه مع مدير المدرسه الصدقيه قالت لي ما فما مشكله توا بيناتكم. قلت لها راهو مش مشكله بيناتنا انا المربي هذا المعلم اعتدى على بنتي بالعنف وانا بنتي في الكلوار. قلت لها عيشه كي وريت لها بنتي باللفظه هذه قالت لي كان جيت انا نكسر له يديه. قالت اعطيني رقم الهاتف نتاعك وتو نتصلوا بك. نهار الخميس اعطيت لها رقم الهاتف نتاعي الله اعلم الغايب اللي حشته معاه ما اتصلوش به انا مندوبيه ما اتصلتش به. سي عمر ما طالبك لو كان لخصوها توا؟ مطالبي شنو الرساله اللي توجهها انا وزاره التربيه للناس كذا؟ مطالبي انا توا بنتي في حاله نفسيه تعب. قد ايه قعدت معطله ما قراتش؟ من نهار اثنين اللي فات لليوم. اليوم جمعه لليوم ايوه ما تفاعل حتى حد معايا. وهي سنة سادسة وما لقيتش وين وما لقيتش وين ترسمها. لا انا توا ما عنديش حلول انا الحل عندي يا تقرا في الحفصيه مع المعلم اما في الصدقيه في حمد ولا في الصدقيه بما انها قريبه المنطقه وانا بيدي بناتي اخرين يقراوا في الكوليج الصدقيه معناتها قلت انا نقلها للصدقيه ومن بعد ما تحاولش غاديك تلقى حل مع المعلم نفسه يعني اعطيني الحل يقول لك اخطا تقعد تعملوا جلسه وديه مع بعضكم انا مو المدير قلت له اعطيني حل انا بنتي كيفاش باش تقابل المعلم المعلم رفضته قالت لك انا ما عادش نقرا عنده مش هي اختيارك قالت لك انا ما نقراش عنده ما نجمش نقرا عنده قلت انا نقلوها للصدقيه تقرا على روحها ومن بعد الامور الاخرين خليها للوقت نتجاوزوها لكن لقيت كانه فما حاجه مبلوكيه في بلاصه ما فما بلوكاج في بلاصه ما شنو هي واضح واضح وانا وزير التربيه أنا الحكايه عندها جمعه معناتها ما تفاعل معايا حد لا من وزاره التربيه لا من الدنيا لا هز التليفون حتى حد قلت لك اكثر من الاعلام ما هز حتى تليفون وطلبني واضح على هل شكر خاص للاعلام ماهوش برشا اذاعات ومن هالتلفزه نتاعكم حتى حد ما هز تليفون وطلبني الناس حتى اللي يطلبوا فيه يتدخلوا كضغط من المعلم فلان ولا معلم فلان بالله شوف كيفاش تنازل مش حكايه نتنازل تتنازل بالضبط في شنو بخصوص القضيه في بتتنازل شنو طالبين نازل في قضيه قضية أنا رفعتها في المركز وبعثوا له استدعاء وما استجابش باش يعاودوا يبعثوا له معناتها خليه تاخذ من المجرى نتاعي أي أنا تكلمت فما برشا ناس ساكتين وبالفعل وقت اللي أنا تكلمت برشا ناس قالوا صحيح راه وهو بيدو المدير المدرسة الحفصية أقر لي بهذا قال لي راهو صارت سابقة قبل ونبهنا عليه وقلنا له وفعلنا له وكذا وكذا واضح واضح سي عمر والدة التلميذة سعيدة ان شاء الله هي لباس وان شاء الله تسترجع معنوياتها الناس كل معارضه للحكايه هذه واحنا نحبوا ناكدوا انه نعرفين تو عاد باش تبدا كل الموسيقى والجوقه المشروخه نتاع هذا استهداف والمعلمين وعلى خاطر واحد احنا من المنبر هذا شو نقولوا؟ نقولوا فما معلمين على روسنا وفوق من روسنا معلمين اللي يصرفوا على تلامذتهم في الريف معلمين اللي طلعوا رجال وطلعوا نساء معلمين اللي يعانيوا ورغم ذلك يشدوا ويتحكموا في انفسهم هذه ك معزولة لكن يلزم نحكيو عليها راهو ما فماش حتى جسم يعني ملائكي معناها ما يخطئش وما كذا أنا كان ينجم الولي يتوجه لنا كنا نجم نقولوا له بمنطقك الحسابات الفارغة هذيك اسمع رانا توا مشكلة توا تهيج الواحد والرأي العام ونوليو نشوهوا في المعلمين وكذا اش باش يكون وضعه هو باش يكون وضعه ضحية معناها عتبنا عليه واحنا ماناش مستعدين وتونس فيها 200 ألف معلمين يبرروا السلوك من هذا القبيل ما نتصورش أن ال 200 ألف فيهم نسبة ما تتحسبش عشرات لكن نحكيوا عليهم